أشهر 15 زواجاً غير عادي لن تصدق وجوده بالفعل. عزيزي المشاهد، عليك بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعمنا في إنتاج المزيد من الفيديوهات. 15. أنا ولوسي دي سينك. هل سمعت يوماً عن التوأمين المتطابقين؟ ربما هاتان الفتاتان هما أفضل مثال على ذلك، فقد كان كل من أنا ولوسي متشابهتين تماماً في الشكل، حتى إنهما كانتا ترتديان الملابس نفسها، تتشاركان السيارة نفسها والحساب نفسه على الفيسبوك، وتتشاركان السرير، حتى إنهما تشاركتا في حبيب واحد. هذا الشخص يدعى بين براين، يبلغ من العمر 37 عاماً ويعمل مهندساً ميكانيكياً. قام بمواعدة الفتاتين في الوقت نفسه، وبعد أن ارتبط بهما استقر معهما والدتيهما في أستراليا، وكانوا جميعا يفعلون كل شيء معا، حتى إنهم كانوا يتشاركون السرير معا. 14. بريتني وبراين دين. هذا مثال آخر للتوأمين المتطابقين، ولكن هذه المرة لم تتشارك هاتين الفتاتين الحبيب نفسه، بل ارتبطتا بتوأمين آخرين هما جيرمي وجوش، وتزوجتا بهما في ولاية أوهايو في اليوم نفسه معا. والأكثر غرابة من ذلك أنهما عقدتا القران عليهما على يد كاهنين توأمين أيضا، وبعد ذلك أنجبتا معا في الوقت نفسه. والمدهش في ذلك أن الطفلتين ولدتا متشابهتين للغاية، حتى أن الجميع يعتقدون أنهما أختان توأمتان. 13. كونديل. عندما نشرت تلك الفتاة حالة لها هي وحبيبها على مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئت بكثير من النقد والعبارات السلبية عن مدى قبح حبيبها، ولكنها لم تتأثر بتلك التعليقات، واستمرت هي وحبيبها حتى تزوجا وأنجبا طفلا جميلا. 12. غونغ يوفي. أرادت الممثلة الصينية غونغ يوفي أن تلفت الأنظار إليها من خلال الاختيار المدهش لشريك حياتها، فقد كانت مهووسة بفكرة اختلاف الطول بين الزوجين. على سبيل المثال، كان حبيبها الأول أقصر منها بكثير، حيث لم يتجاوز طوله مترا واحدا، وعلى العكس فإن حبيبها الحالي شاهق الطول، فقد تجاوز طوله 238 سنتيمترا. 11. لين ماين جوين. تلك الفتاة الفيتنامية التي تمتلك جمالا رائعا فاجأت متابعيها بنشر صور حبيبها معها، الذي لقي كثيرا من التعليقات الساخرة على وزنه الزائد مقارنة برشاقتها، ولكنها لم تهتم بذلك، وقامت بمسح التعليقات واستمرت في نشر صور لهما، واستمرت هذه العلاقة لمدة سنتين دون أن تتأثر بأي نقد. 10. ستيبان نادرو ودانا سلطانة. يعد هذان الزوجان أكثر الأزواج غرابة، حيث إن علاقتهما تبدو علاقة عادية تجمع بين رجل وامرأة، إلى أن ظهر على حسابيهما الشخصيين أن دانا تضع اختبار حمل نتيجته إيجابية. ولكن المدهش الذي ظهر فيما بعد أن ستيبان هو الذي حمل. كيف حدث ذلك؟ سوف نوضح لك في هذا المقطع. ولد ستيبان على أنه فتاة، ولكن مع الوقت اتضح لها ميولها الذكورية، فقامت بعملية تحويل جنسي وأصبحت رجلا، لكنه يملك رحما مثل النساء. كما ولدت دانا ولدا، ولكن مع الوقت ظهر له ميوله الأنثوية، فقام بعملية تحويل جنسي وأصبح فتاة، ولكنها لا تمتلك رحما، لهذا فإن الذي حمل وأنجب هو ستيفان. 9. ميندي وريميكلا. كما يقول بعضهم، الحب ليس له علاقة بالعمر، وميندي وري هما خير مثال على ذلك، فربما تعتقد عندما تراهما أنهما أب وابنته، ولا يمكن أن تصدق أنهما حبيبان، ولكن الحقيقة أنهما أحب أحدهما الآخر وتزوجا وأنجبا، والفرق بينهما 30 عاما. 8. هايلي كريستيان. لم تعتقد هايلي التي تعيش في أستراليا أنها سترتبط بشخص يعيش في السودان. كان قد تعرف أحدهما إلى الآخر عن طريق الإنترنت، حيث بدأت قصة حبهما عبر الإنستغرام، ولاقت هذه العلاقة كثيرا من النقد والتعليقات السلبية، ولكنهما لم يهتما بذلك،
واستمرت قصة حبهما. 7. إيميلي جانيز وسين. تعرفت إيميلي التي تعيش في الدنمارك إلى سين عن طريق لعبة عبر الإنترنت، وكان يراسل أحدهما الآخر بوصفها علاقة صداقة فقط، أحب كلا منهما الآخر، وتقبلها سين كما هي بزيادة وزنها وتزوجا. ولكن الشخص الوحيد الذي لم يتقبل تلك العلاقة هو والد سين، وفور معرفته بالزواج انقطعت جميع وسائل التواصل بين الأب وبين ابنه. ثيمبا ناتولي. لا يمكنك أن ترى أن هذه الصور لطيفة ومضحكة لأنها ليست كما ترى، فثيمبا ناتولي ليس طفلا على الإطلاق كما تظن، فإنه يبلغ من العمر 29 عاما وقد تزوج حبيبته، ولكن الجميع لا يمكنه أن يصدق غير أنه طفل صغير لا يمكنه أن يفعل ذلك. 5. كارين دي سوزا وإدميليسون ألاكانتارا. قد نضطرب قليلا عندما يظهر لنا بعض النمش أو الحبوب في وجهنا الذي يمكن أن يجعل بعضهم يسخر منا ويجعلنا نشعر بأننا لا نملك البشرة المثالية الخالية من العيوب، ولكن بالنسبة لكارين دي سوزا لم يكن الأمر سهلا إلى الحد الذي يجعله يختفي بوضع بعض مستحضرات التجميل لإخفاء العيوب. كانت دي سوزا تعاني من متلازمة مرض نادر في الجلد يسمى متلازمة جفاف الجلد المتصبغ، وكانت تتمنى أن يكون لديها حبيب يتقبلها كما هي ويحبها بإخلاص. وقد تحققت أمنيتها وتعرفت إلى إدميليسون وأحب كل منهما الآخر وتزوجا. 4. نور هداية حسن. كانت نور هداية حسن التي تعيش في ماليزيا تعيش مع زوجها حمدان هاشم الذي فجأة ظهر عليه مرض غريب انتشر على جلده، كما أنه فقد الرؤية. وساندته نور في محنته، وشخص مرضه على أنه مصاب بما يسمى متلازمة ستيفن جونسون، وهي أن يصاب بحساسية في جلده تجعل العقاقير تتفاعل مع جلده إلى أن تحسنت صحته، ولكنه لا يزال يفقد بصره ولن يعود مجددا. ومع ذلك ساندته زوجته ولم تتركه في لحظاته العصيبة. 3. فاتسارا أوبناك وبونمي خانثونغ. يعيش بونمي خانثونغ في تايلاند، ولم يكن يعتقد يوما أنه سيقابل حبيبة حقيقية، وذلك بسبب وجهه المشوه لأنه مصاب بتكسر الشعيرات الدموية. ولكن الحقيقة أن فتاة جميلة تبلغ من العمر 25 عاما وقعت في حبه، مع أن بونمي كان فقيرا ولكنه كان يتعامل جيدا مع أطفالها من زوجها السابق. 2. تشارلي وكولين آدمز. كانت تشارلي وكولين قزمين، وعندما التقيا وقعا في الحب وارتبطا وتزوجا فيما بعد وأنجبا طفلتين. من المتوقع حسب علم الوراثة أنهما ستكونان طبيعيتين وتمتلكان طولا طبيعيا. 1. يودوكسي ياو. تعد يودوكسي ياو مغنية وعارضة أزياء، ولكنها تمتلك جسدا غريبا بعض الشيء، فقد وصل عرض ساقيها إلى 152 سنتيمترا. والأكثر غرابة هو زوجها الذي ظهر معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلا بين الجميع، حيث إنه مغني راب من دولة غينيا يدعى جراند بي. وما أثار الجدل هو فرق الحجم الكبير بينهما، كان يبلغ من العمر 30 عاما ولكنه كان يعاني من مرض وهو بروغيريا، متلازمة نادرة تظهر عند الأطفال، فتظهر عليهم علامات وأعراض جسدية توحي بالشيخوخة المبكرة. في نهاية الفيديو أود تذكيركم بالإعجاب بالفيديو وأيضا بترك تعليق عن آرائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتنا.